السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شات جي بي تي الناس كلها بدأت تشتغل عليه وتعتمد عليه، وممكن يكشف لك أخطاء في الكود بتاعك، ممكن يصلح لك السي في بتاعك، يظبط لك الملفات في الشركة. لكن خلي بالك وانت بتستخدمه، ليه؟ لأن المعلومات دي بتبقى ملكا ليه وبشركة مع ناس آخرين. يعني على سبيل المثال، موظف في شركة سامسونج الإلكترونيات رفعوا بعض الملفات على أساس إن هما بيشوفوا إذا كان في أخطاء وهكذا، ففوجئوا ان المعلومات دي اتسربت. المعلومات السريه اللي المفروض يشكشفوها دلوقتي والاكواد اللي هم عاملينها اتسربت وبدات الناس كلها تشوفها، لان هو بيستفاد من المعلومات اللي انت بترفعها. فهو لما بيرفعها بيتدرب عليها بحيث ان هو يزود الدقه بتاعته ويطلع نتائج افضل. فلما حد بيساله في الموضوع دوت يروح قايل له طب خد الملفات اهي بتاعت الشركه، والناس كلها تطلع على شافت الكود، المنافسين اطلعوا على الكود بتاعك والاسرار بتاعتك. وفي مثلا في شركة في كوريا الجنوبية، في موظف رفع ملفات تفاصيل اجتماع سري على الروبوت بحيث ان هو يديها له كبرزنتيشن او ينظم له الافكار، فالمعلومات كلها بقت مسربة. وشركة اوبن اي اي اعترفت ان في ثغرات في خصوصية المستخدمين، والملفات بقت موجودة لما حد بيدور عليها بيقدر ان هو يطلع على الاسرار. ولذلك ايطاليا منعت الشات جي بي تي من ان هو يشتغل عندها لحد ما تسيطر.